سأذهب إلى إسطنبول مع علام صبيحات. يعني علام، هناك حظر جزئي ل31 ولاية تركية على غرار بعد يوم بالضبط سيكون هناك حظر شامل. كيف استقبل الأتراك هذا الأمر، وما مدى الالتزام، وما مدى طبيعة الأجواء العامة في تركيا مع هذه القرارات؟ بالفعل وائل، دعنا نبدا بالجانب الديني تحديدا. رئاسه الشؤون الدينيه في تركيا اعلنت ان المساجد عموما ستبقى مغلقه في شهر رمضان، وان صلاه التراويح لن تؤدى في المساجد في شهر رمضان، وانها ستؤدى في البيوت بدلا من المساجد، وبالتالي هذا انعكس بشكل كبير على الاجواء العامه لشهر رمضان كما باقي الدول الاسلاميه بسبب فيروس كورونا. يعني ما يتعلق في الجانب الاجتماعي، هناك يعني حذر شديد جدا لدى المواطنين الاتراك بسبب هذا الفيروس وبسبب يعني الإعلان عن حظر التجول لمدة 4 أيام. يوم أمس واليوم هو حظر جزئي، يعني المحلات التجارية تستطيع أن تفتح أبوابها حتى الساعة 2، ولكن بعد ذلك يتحول إلى حظر كامل. صباح منذ فجر صباح الغد وحتى مساء يعني منتصف ليل الأحد الاثنين سيكون الحظر شامل تماما، وكل المحلات ستبقى مغلقة بشكل كامل، وبالتالي هذا انعكس على الحركة في الأسواق والمحلات التجارية. كانت هناك حركة نشطة طوال الأيام الماضية من أجل التزود أولا بالحاجات التي تحتاجها العائلات خلال الحظر، وثانيا من أجل التزود بالمواد اللازمة من أجل شهر رمضان الذي بدأ عمليا اليوم في تركيا. وبالتالي نستطيع القول إن الحركة حتى الساعة 2 ظهرا تبقى يعني موجودة في الشارع وفي الأماكن العامة يوم أمس واليوم، ولكن منذ الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم ستتحول الشوارع إلى فارغة تماما، وسيبدأ منع التجول الشامل حتى منتصف ليل الأحد الاثنين، وبالتالي هذا انعكس بشكل كبير على الأجواء بشكل عام هنا في تركيا خاصة مع بدء شهر رمضان. ابقى معنا علام صبيحات، كانت هذه صورة من تركيا ومن إسطنبول تحديداً.